السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا سئلنا عن الزنا سنقول أنه حرام بنص القرآن، وإذا سئلنا عن الاغتصاب سنقول أن الاغتصاب أشد حرمة لأنه جمع حرامين الزنا والاعتداء، وربنا يقول لنا ولا تعتدوا. طيب إذا سئلنا عن ملك اليمين غالبا سنكون مشوشين بين ملك اليمين والسبايا والإماء، وفي رأسنا أن لها معنى واحد. هل منطقي أن الإسلام يحرم الزنا بالتراضي ويحلل الاغتصاب بالإكراه؟ ربنا جل وعلا لم يحلل اغتصاب السبايا ولا ملك اليمين. في الواقع كل هذه القصة مبنية على سوء فهم لغوي لمصطلح قرآني، وهو مصطلح ما ملكت أيمانكم، فهو ليس له علاقة بالاغتصاب ولا بالجنس الذي تحكي عنه كتب السنة والشيعة. يقول القرآن: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان. ويقول: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم. ويقول: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. سابقة توضح معنى الأيمان، وهو الحلف والمعاهدة على الالتزام، مثل قسم أبقراط عند الأطباء وقسم الحماية عند العسكريين. ما ملكت أيمانكم تعني الذين نملك عهدهم أو ميثاق قسمهم أو أي اتفاق شفهي مبرم مع شخص يصبح ملكا لك بيمينه فقط وبتعهده، مثل عقود العمل الآن تؤدي نفس غرض الأيمان للاتفاق. وما ملكت أيمانكم في القرآن مقصود بها الخدم، وهن عاملات وعمال المنزل الذين كانوا يعملون في بيوت المسلمين بأجر ويطلعوا على أسرارهم وعوراتهم. بمعنى أن ملك اليمين وما ملكت أيمانكم وصف وظيفي وليس جنسي. القرآن حزمة متكاملة يفسر بعضه ويعضد معانيه بنفسه، وتفسير كل آية أو كلمة يكون موجودا في القرآن في مواضع أخرى. فإذا أبعدنا المنظور الجنسي جانبا سنستطيع أن نرى آيات ملك اليمين بمنظور واقعي ومتسق أكثر. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. يمنح الله تعالى رخصة الزواج من أربع في حال كن نساء يعلن أطفال يتامى، أو أن تتزوج واحدة سواء حرة أو ملك يمين من عاملات المنزل بحسب تصنيفات ذلك العصر. قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. في هذه الآية يمدح الله المؤمنين المحافظين على عوراتهم ولا يسمحون لأحد بالاطلاع عليها إلا في حالتين فقط، أولهما طبعا للزوج أو الزوجة، أو في حالات معينة ما ملكت أيمانهم، وهذه حالة خاصة عندما تعين الخادمة صاحبتها أو صاحبها في حالة مرضه أو مرضها أو كبر سنه في قضاء الحاجة والاستحمام وخلافه مما يضطره لكشف عورته أمامها. فالآية رخصة للمسلمين بالسماح للفئة السابقة الذكر بالاطلاع على العورات في حالات الضرورة بدون لوم والعتب مرفوع. قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. نفس المعنى السابق، فملك اليمين هنا تكون جزءا من المنزل بحكم العادة، وبالتالي جزء من الأسرة. وقال تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم
وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان معه زوجاته، أحللنا لك أزواجك، بمعنى أنه المحلل لهم في ترحالهم، أو المحرم بلغة اليوم المسؤول عن المرأة في حالات السفر. فإذا كان القصد من أحللنا بمعنى حلال، فبالتأكيد زوجات النبي حلال له بغير رخصة من الله، ولا يحتاج رخصة تحليل الجنس من زوجاته بالتأكيد. فبالإضافة للزوجات أيضا النبي محرم لما ملكت أيمانه، أي خادماته، لأنهن أقسمن اليمين وفي عهدته، وبنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته. جملة هاجرن معك في الآية بتؤكد المعنى أن الأمر يختص لمحرم ذكر في السفر، لأن هاجرن معك ليس لها موقع من الإعراب غير هذا، لأنه لا يوجد سبب لدخول الهجرة والسفر إذا كانت الآية تعني الجنس. وإذا كان القصد الزواج، هل حرام أن يتزوج النبي من بنات أعمامه وعماته وأخواله وخالاته التي لم تهاجرن معه؟ قال تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذه الجزئية بالذات تحتاج للتركيز فيها، لأنها مفهومة خطأ على نطاق واسع لدرجة تكاد تكون قاعدة. معنى الآية: إذا امرأة ما ليس لديها محرم أو معيل رغبت أن تهاجر مع النبي، فالنبي مسموح له أن يكون محرما لها برغم أنه ليس من أقاربها وأسرتها وليس زوجها. تأتي هنا الرخصة: إن أراد النبي أن يستنكحها، بمعنى أن النبي أيضا مصرح له أن يكون وليها في عقد زواجها من آخر. فالفرق في اللفظين واضح ومعروف: ينكحها أي يتزوجها هو، يستنكحها أي يزوجها لغيره ويكون وليها. خالصة لك من دون المؤمنين، بمعنى أن هذه الرخصة خاصة بالنبي. الضمير في كلمة خالصة لك ليس للمرأة، بل يرجع للرخصة، بمعنى هذه رخصة خالصة لك يا محمد دون العالمين. ولماذا هي رخصة خالصة للنبي؟ لأننا لا نستطيع أن نكون محرم لبنت خالتنا وخالنا أو بنت عمنا وعمتنا أو أي امرأة غريبة. فأي استثناء من هذه القاعدة هو رخصة. وتكملة الآية تؤكد المعنى: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم حتى لا يتحرج النبي من الرخصة. قال تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بأيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. يوضح الله للمسلمين بأن المحصنات من النساء هن حل لهم، ويستطيع المسلم أن يتزوج المحصنة التي لا تنتمي للفئة الموجودة في الآية السابقة: المحرمات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وبيان شروط الزواج من ملك اليمين في الآية التالية: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. هذه الآية التي توضح شروط الزواج من ملك اليمين المستثناة سابقا في حالة عدم استطاعة الزواج بالمحصنة لغلاء المهر أو خلافه. هنا ملحوظة: لو كان ملك اليمين سبايا لممارسة الجنس غير المشروط بدون ضوابط، فمن باب أولى أن لا توجد ضوابط للزواج منهن أو دفع مهر لهن. لماذا تدفع مهر؟ شيء آخر: إذا كان هدف الزواج شرعا العفة وحفظ النفس من الشهوات، فأنت معك ملك يمين وتمارس معها الجنس يوميا، لماذا تتزوجها أصلا؟
لتحفظ نفسك من ماذا بالظبط؟ من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. توضح بطريقة غير مباشرة معلومة أن العاملات في البيوت وقتها كن فتيات صغيرات في السن، فانكحوهن بإذن أهلهن. اشترط الله عليك الحصول على موافقة أهلهن للزواج منها وإيتائهن مهورهن بالمعروف. وهنا أيضا نقف ونفكر، لو كن ملك اليمين سبايا لممارسة الجنس غير المشروط كما يقول السلف، فهل من المنطقي أن يحل لك رب العزة اغتصابها بدون رضاها وأيضا بدون إذن أهلها، لكن يلزمك أن تستأذن أهلها لتتزوجها؟ واضح جدا أن التفسير الجنسي مقحم بدون أي فهم أو تفسير صحيح. الخلاصة، ما ملكت أيمانكم مصطلح يعبر عن علاقة وظيفية وليست علاقة جنسية، لا علاقة على الإطلاق بأي حال من الأحوال بين ملك اليمين والأسرى. وادعاء أن ملك اليمين هي السبية أسيرة الحروب التي يحق لسيدها أن يضاجعها متى يشاء هو تفسير خاطئ ولا أصل له في القرآن. ذكر الأسرى في القرآن في مواضع معينة على غرار، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى. والأسيرة هي المرأة المحاربة التي تحارب بالسيف أو تعين جيشها في أرض المعركة، ولا تؤخذ نساء المحاربين أو نساء قبيلتهم من البيوت سبايا لمجرد الانتصار في معركة، وبالتأكيد لا يتم اغتصابهن بناء على أسرهن. وللعلم، معاوية بن أبي سفيان كان أول حاكم مسلم يأخذ سبايا من بنات المسلمين وتم اغتصابهن، ووقعت الحرة في عهد يزيد بن معاوية وسبي واغتصاب بنات الصحابة وحمل آلاف النساء المسلمات، بل وسبي بنات بنت النبي صلى الله عليه وسلم في كربلاء، يؤكد أن ذلك الأمر سياسي وديكتاتوري وليس ديني. وأتوا بروايات خرافية ونقلوها وتوارثتها الأجيال وأساءوا فيها للنبي والدين. وبالعكس من ذلك، يقف القرآن الكريم على النقيض تماما في طريقة معاملة الأسرى، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وهذا الأسير المحارب يعامل معاملة إنسانية ذكرا كان أم أنثى، فما بالك بمن لم يحارب؟ فرق شاسع بين سماحة القرآن وتهذيبه وما بين فقه مشوه مبني على عنعنة سلف مضطرب لوى عنق القرآن ليوافق نوازعهم الجنسية. هؤلاء الناس أسقطوا حرمانهم الجنسي على كتاب الله، ورخصوا لأنفسهم كل الزنا والفجور الذي تم باسم ملك اليمين وبإذن الله. كتاب الله ليس كتابا جنسيا، ولا يسمح الله بالتعدي على الغير، وبالتأكيد لا يحل اغتصاب النساء، ولا يمكن أن يكون الجنس بالتراضي بين بالغين حرام واغتصاب السبايا من النساء بدون رغبتهن بذريعة ملك اليمين حلالا. لا يمكن أن يهين الله المرأة بإباحة اغتصابها وامتلاكها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وشكرا.